هاي الامريكي اسمحوا لك امك وابوك؟ اي اسمحوا لك قصر صوتك لان جدتي اسمحوا لك تروح للرياض؟ اي بس جدتي ما تدري قصر صوتك. يا يما يلا امشي يا يما. سوي نايم ها؟ يلا يلا بنروح الرياض وانت قعد. بنت وش تبى؟ انا بروح احضر ابرات النصر. يا اخوي اجلس عند اهلك وتشوفها في التلفزيون. مبسوط ما بهينا وانا عمي. يا مخلد انت ساعدك هناك ان ما لقينا تذاكر؟ الحمد لله ليتنا كل ما نجي نسافر ناس ما فيه. اديل ما فيه. الخطوط السعوديه ما فيه. اسعدي وهنا لا قالوا لا ضيافه ولا درجه طعم. طيب يا ابو غازي الحين الخطوط لا تاخذ عمرك، يا حبك للسيارات ما تاخذ عمري، صلاتي واصليها في وقتها والى اذن المؤذن، طفيت ما حد حمد ولا اصبر. ها 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 العب يا الاصفر على ابو شوق. شوف كيف جمهور النصر يا ولد رايحين من الغربيه للرياض عشان مباراه النصر الدحيه. ما لقانا خطوط، ما لقانا، والله لو اركب حنطور لا اروح الا. وركب الحنطور وتحنطر درندرنج. عند اقرب محطة وصليت لان عين خير وقريت اذكار ولزمت هالخط. يلا يا ولد العب يا لا.